اهلا بحضراتكم من جديد. يعني برحب بضيوف المره الثانيه احمد طارق سليمان واحمد اشرف، اثنين من اللعيبه ما شاء الله داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي سلوكيا على اعلى مستوى وكمان فنيا، انتظروهم قريبا في الفريق الاول. احمد طارق، عايز اكلمك عن عوده المسابقات. كانت المسابقات توقفت خلال الفتره اللي فاتت، لكن التدريبات ما توقفتش داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي تحسبا لعوده المسابقات مره اخرى. خلاص انتوا يعني بعد ايام قليله هنبدا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي اول مباراه لينا في الدوري بعد العوده مع المقاولين ان شاء الله في المقاولين. الحمد لله احنا ماشيين اول الدوري كويس مع كابتن عمرو انور، وفعلا ما حصلش توقف خالص للتمرين من ساعه القرار بتاع التاجيل، واحنا من اول يوم لحد النهارده ما خدناش راحه خالص. يعني الحمد لله بنتمرن جاهزين عشان احنا عايزين نحافظ على اللي احنا وصلنا له. يعني انتوا ماشيين كنتوا قبل التوقف اول مسابقه؟ فرق كان فرق 4 بوينت بيننا وبين المنافس اللي بعدينا. والحمد لله يعني لو المجهود ان احنا نقعد ونريح هنضيع المجهود اللي احنا عملناه، لان احنا خدنا شوط طويل فلازم نكمل اللي احنا بداناه. جيب لك دلوقتي الصدات بتاعتك بعد زي ما قلت لك الجون اللي جابه بدري بانون. طب جيب لك بقى اللقطات الحلوه دلوقتي دي من المباريات اللي انت كنت يعني مميز فيها. كابتن عمرو انور عامل معاكم شغل ما شاء الله هايل. ما شاء الله. السنه اللي فاتت حسمتوا البطوله، والسنه اللي قبلها، والسنه دي برضو تعتبروا انتوا الاقرب اللي حسم البطوله. اقرب ناس. احنا الحمد لله ماشيين كويس، ومن السنه اللي فاتت يعني كابتن عمرو اسعد كابتن عمرو ان هو قريب مننا. يعني احنا مش يعني في حاجات بتبقى مش عارف تقولها للمدير الفني ازاي. كابتن عمرو يعني زي اخ كبير ووالدي في نفس الوقت. بيعرف يحتوي اللعيبه كلها ويعرف ان هو كويس. كلنا عايز اشوف معاك الصدات دي واللقطات دي يعني تتكلم معانا فيها. المباراه دي كانت في الدوري مع اسوان. الملعب هناك اسوان، في اسوان بنلعب وسط الناس هناك طبعا، وسط البيوت يعني الناس هناك متعصبه طبعا، عايزين فرقه اسوان تكسب. نلعب على ارضهم واخدين مشوار طويل سفر. فالماتش كان صعب جدا. الماتش ده خلص 2-0. كانت 1-0 لحد الدقيقه 88، وقدرنا ان احنا نحسم الماتش في الاخر. يعني هدفين في الثواني الاخيره. انما مميز انت في الكرات الطوليه او الكرات العرضيه، مهم جدا حارس المرمى يمتاز بالطول عشان يقدر يتعامل مع الكوره. بتريح الناس اللي حواليا كلهم. يعني بيبقى خطوره ان انا لو الكوره في المنطقه دي اتحط من المسافه دي بتبقى صعبه عليا ان انا العب على الكوره الثانيه. فبحاول على قد ما اقدر ان انا من الاول خلاص انهي الفرصه بتاعت المنافس في الكوره عليا انا بالنسبه لي، عشان كمان الجامب بتاعي وبعدين ايديا، فباخد مساحه اكبر شويه من اللعيبه جوه ال 18. كمان لو اي حد لمسني اخد فاول. طبعا.